مصر يتراجع، حقيقة يتراجع. والكلام اللي سمعته أنا الآن يدعوني أني أقول باختصار شديد، كان الله في عون جماهير النصر. بعد الضغط والسكر صارت الآن جلطات وسكتات قلبية في الآونة الأخيرة. يبدو أنهم موعودين بالمزيد من هذه والعياذ بالله الجلطات والسكتات. أنا أشوف أنه في النصر في كلام بس ما في فعل، ما في أبدا اعتراف بأخطاء ولا في